يلا بالضبط بالضبط. مشاهدينا الآن وقفتنا مع عالم الأزياء ومصممة الأزياء نسرين زيادة، ويسعد صباحك نسرين. يسعد صباحكم، أهلا بيك. أهلا فيكي. بنشوف الآن ما شاء الله زحمة الفاشن شو، سواء كانت في باريس قبلها بإيطاليا، حاليا في دبي، وكل المهتمين بالموضة موجودين. أكيد. فخبريني أول شيء، إيش رأيك باللي شفتي خلال اليومين الماضيين؟ كتير حلو، لأنه عم بيكون في تنظيم كتير رائع ومدروس. وبعدين المفروض كديزاينر أنا أو أي سيدة بتهتم بعالم الموضة بتحب تتابع على طول كل شيء جديد. فيعني عروض الأزياء اللي عم بتصير بدبي وبالعالم كله، هيدا عم بيخلي في انفتاح الواحد يعرف اكزاكتلي شو الموضة، ويكون إنه هو مع الألوان ومع القصات، وعم بيكون عم بيتابع كل الديزاينري وبيقدر يقيمهم. جميل. يعني لو تكلمنا عن خطوط الموضة بشكل عام، شو اللي حددها؟ اللي حددها يعني خطوط الموضة تقلك هلا خطوط الموضة العالمية بحددها في منظمة دولية عالمية بتضم أهم ديزاينرية بالعالم، بيجتمعوا مرة بالسنة وبيعملوا دراسة للأسواق العالمية ببيع الألبسة وللألوان وللخامات اللي نازلة، وبيشوفوا أي أكتر في إقبال على نوع معين من الألوان ومن القصات، فهن بينزلوا الموضة وبتصير هي موضة رائجة بكل عروض الأزياء، وبصير كل ديزاينر أكيد بياخد الأفكار يلي بتعني له وهو بيطورها قد ما فيه. جميل. هل لازم الديزاينر يكون مقيد، أو ممكن هو ياخذ من الموضة اللي حتكون رائجة مثلا في الموسم القادم، بس يحط مثلا أشياء خاصة فيه، لأنه مش بالضرورة تكون هذه الموضة تناسب الكل؟ ما فيك أنت تعتمد الموضة نفسها وأنا أعمل نسخة عنها. ما بيكون في عندي روح التصميم ولا بيكون في عندي بصمة الخاصة. أنا بدي أخذ من الأفكار اللي عم شوفها فكرة، وهو التصميم عبارة عن بيقولوا لك لغة العقل والعين. يعني أنه أنا لما بدي أشوف تصميم بدي يقنعني هذا التصميم، أنا المفروض منه أحط الفكرة، ومن الفكرة أنطلق لموديل عم بجسد الفكرة اللي براسي. يعني هو الآن تحويل يعني أنه الخيال لواقع بفكرة ملموسة، بس أكيد أنا جاست أني بس بدي أخذ من عالم الموضة شو أنا بدي أطور الفكرة. بتاخذ العموميات وباقي الأشياء أنت أنا بدي أعملها، لأنه هيدي هي روح الإبداع عند الديزاينر. ما هو لازم يكون عنده إبداع أنه يقدر هو تابع كل شيء جديد، يعطي وقت ويركز لكل شيء عم بيصير شيء جديد، وبالوقت نفسه عم بيطور الفكرة. جميل. يمكن هو هذا الموضوع ياخذنا للسؤال، انه كيف المصمم يقدر يجدد وياخذ من خطوط الموضة العالمية ولكن يحافظ على يعني البيئة الثقافية اللي هو محيطة فيه. ليك هلا إذا بدنا نرجع لتاريخ الموضة لقبل، تاريخ الموضة هو كانت عم بتمثل العصور. نعم. يعني أنت كان كل موضة هي عبارة عن عم بتمثل الشعب، عم بتمثل التراث، ومن التراث عم يستقوا وهن عم بيطوروا. انت ما فيك انك بدك تضلك تراعي الظروف الاجتماعيه اللي انت موجود فيها حتى تطلع الموديلات، ما فيك لا تكون كتير اوفر ولا بدك تكون كلاسيكي، لانه انت عم تتعامل مع اكثر من سيده، وكل سيده بتكون عم بشدها نوع معين من الفاشن، وممكن عندها مناسبات الخاصه اللي فيها تلبس كتير اوفر او الكلاسيك. بس انا كديزاينر انا المفروض اني انا بدي احط بصمتي، بدي احط روحي. يعني المفروض انت لما بدك تطل قطعه من قطع تصاميمي ينعرف انه هيدي انا، لانه المصمم اذا بده يحاول يقلد أو يستنسخ قطعة مش لإله بيكون أول شيء عمره قصير، وما بيكون بيقدر يترك بصمة بعالم الفاشن أبداً، بيصير شبه غيره. المفروض يكون في تميز، هو التميز شخصيتك، لأنه أنا عم كون أنا، فهيك المفروض أني أقدم بهالطريقة. طيب نسي، لو تكلمنا عن الفساتين اللي موجودة معنا، وقبل هالفستان أنت لبستي، أنت اللي عملتي؟ إيه، لأنه الشغل اللي موجود أنا بحب. إيه مزبوط، أنا بحب التتريز والورد والرسم، والرسم على الجسم هيدا بحبه كتير. هذه من الكوليكشن الجديد؟ إيه هيدا الكوليكشن الجديد. هلأ نحن هيدا يعني معمول للأعمار اللي تين ايج لكذا، أنه مثلا ممكن يكون عندك مناسبة هيوج ما فيك تلبسي بنت أنها تكون عمرها مش مثلا فوق العشرين، أنك بدك أنت تلبسيها قطعة كتير طويلة وتعطيها أكبر من عمرها. حلو الواحد يعيش عمره. فهيدي القصة هيك رجعنا لمودة الستينات. إحنا بالستينات كانت مودة القصة اللي عند الكورساج، بعدين تيجي واسع وقصير. هلأ هيدا مثلا في تطريز، في ورد، في رسم على القماش، ممكن يكون القماش الساتان، الأورغونزا، تول، هيدا كله بيعطي لوك الباربي. حلو. بنلاقي نسيم بعض الأحيان موديلات يعني لما تنرسم سكتش كتير حلوة، بس لما يتم تطبيقها بيجي القماش مثلا أو بيجي نوع التطريز أو الأحجار بيخرب التصميم كامل وبيصير مختلف تماما، وبيخلي الرسمة اللي كانت على الورق أحلى. معك حق، هيدي هي اللي بيميز الديزاينر الناجح. يعني أنت الديزاينر بيقولوا أحيانا الديزاينر
لازم يخيط، لا مش لازم يخيط، الديزاينر اللي يكون ناجح بده يقدر يوصل الفكرة على الورق، يقدر يرسمها، يقدر يعطيها للإكيب اللي عم بيطبقها، وبنفس الوقت لازم يعرف القماش اللي بده يستخدم للموديل اللي هو حاطه براسه. لأن أنا لما بدي كون عم صمم فكرة، فكرة براسي أنا، أنا المفروض بدي جسدها على الورق، أنا اللي لازم نقل القماش، أنا اللي قرر التطريز، أنا لما بدي نزل الأوردر لازم الكل يكون أنا حاطة إكزاكتلي كيف بده ينشغل. لأنه مثل ما قلتي ممكن هلأ هيدا الكتل للموديل إنه هيدا كله رسم على الجسم، عاطي الشيب عاطي الخصر، بدك تعرفي تختاري القماش البتاني الدانتيل الجبير وين بده يستعمل. هيدا الشيء إذا صار في أي غلط باختيار الموديل بده يعني يروح بالفشل فعلا بينظلم. يمكن نسرين وقت تكلمنا إنه كل مصمم عنده شيء يميزه مزبوط أو هو سر نجاحه بالأحرى. أنت لو سألناك يعني عن هذا السؤال بشكل عام، يعني شو اللي يميز تصاميمك عن باقي المصممين؟ أول شيء تصاميمي هي روحي أنا من جوا، وأنا أكتر شيء بحب أرسم قلت لك على جسد الإمرأة. يعني أنا ما بحب إنه مثلاً من قطعة القماش هيدي قصة، لا المفروض إني أنا بدي قصة لقطعة القماش وأعملها مثل البازل لحتى أعطي الرسمة اللي بحب إنه كل سيدة، لأن في مش نحن عم نتعامل على طول مع سيدة بيرفكت بادي. يعني في سيدات كتير بحبوا يخفوا مناطق معينة بجسمهم عملية العقدة، وخصوصاً عندنا الويست أريا كتير هيدي منطقة بيعانوا منها السيدات. فنحن المفروض إنه نصمم وين المنطقة اللي هي حابة تخفيها ما نسلط الضوء عليها ونخفيها بطريقة كتير ذكية. هيدا هو التصميم وهيدا الرسم، لأنه نحن في كتير سيدات مثلا بيكونوا وزن كتير زائد أو قياس كتير كبير بيقولوا نحن ما بدنا نخيط لأن شو بيلبق لنا، بيلبق لهم. ما في سيدة ما بيلبق لها شي حلو إذا نعمل الفستان إكزاكتلي على جسمها وعن عمل بطريقة كتير مدروسة ليعطيها طلة كتير حلوة. فأنا بحب إنه التحدي، يعني حتى أنا بشغلي عاملة للسيدات المحجبة والقياسات الكبيرة عملت لهم شروم خصوصي إلهم، لأنه المفروض ينعطى لهم حقهم وينعطى لهم القطعة اللي بتميزهم عن باقي السيدات ويبينوا إنه بشكل كتير حلو. جميل. طيب نسين، إيش النصايح اللي بتعطيها للسيدات اللي عندهم مناسبة ومحتارين إيش يلبسوا؟ أهم شيء لك، أهم شغلة أنا عندي، كل مناسبة السيدة تفكر فيها وتعطيها حقها. يعني ما تحاول لا تلبس أكتر من حجم المناسبة ولا أقل. تفكر أنه أنا بدي ألبس هاي المناسبة قد ايه بتتطلب فخامة أو ضخامة أو بساطة، بدها تحاول تلجأ لهذا الموضوع وتنقي القطعة يلي بتشبهها من جوا. يعني السيدة تكون هي، لأنه إذا كانت هي بتطلع كتير حلوة، أما إذا بدها تحاول تتبنى أسلوب غيرها بدها تخنق حالها لأنه ما رح تكون هي. ونحن الجمال بنستمده من ثقتنا بنفسنا. يعني إذا أنت كنت واثقة بالقطعة اللي لبسيتها بتطلي مثل الملكة، أما إذا لبسي شيء ما بيشبهك من جوا بتحسي مش قادرة حتى تقعدي أو تحكي. الابتسامة غير، التعامل غير، البشرة غير. ما بيقولون هيدا الستيل، في ناس بيقولوا إنه شو مفهوم الستيل، إنه ألبس حلو، لا الستيل كيف تمشي كيف تحكي كيف تتصرفي، هيدا الستيل اللي بيميزك. ليه بتلاقي في امرأة جذابة ملفتة وامرأة ما بتعني لك؟ مع أنه ممكن تكون لابسة حلو فعلا. بس بتكون لابسة كتير حلو بس لما تقعد ما بتقعد بطريقة حلوة، ما بتحكي بطريقة لايقة، أو ما بتمشي بطريقة بتجذبك، بتحسي بتبطل بتفقد جاذبيتها بنظرك. مزبوط كده نقول هو مثل الباكج متكامل، لازم هو تكامل عالم الموضة وكل شيء بالحياة لتكوني ناجحة بده يكون في توازن وتكامل. لذلك كثير أحيانا سواء على السيدات أو الرجال أنه تغير نظرتك بهذا الشخص بعد ما يتكلم مثلا أو بعد مزبوط. ما يمشي أو بعد أكيد. نسرين لو تكلمنا عن، بما أنه قاعد يعني نتكلم بأمور خلف التصاميم، العناصر الأساسية للتصميم، الآن لما أشوف تصميم وين العناصر الأساسية اللي أنا أقيم هذا كويس ولا مش كويس؟ ليك التصميم الناجح هو اللي بده ينعمل اكزاكتلي للجسم. يعني انت ما فيك، انت مثلا احيانا بتطلع بسيده حتى ولو رجل، في رجال وبتعرفي بعالم الموضه في ديزاينريه اهم ديزاينريه بالعالم رجال عنده نظره اكزاكتلي للانثى كيف بدها تبين. يعني انت ممكن كرجل ممكن تطلع انت بتصميم مثل ما قلتي اول شيء بتقولي ماشي نازع الفستان، او سيده بتتمتع باكتاف كتير عريضه بتلاقي لبس فستان ستريبلس، طب ليه؟ مفروض انه التصميم غطى للمنطقه اللي لازم ننعمها. هو التصميم الناجح اخفاء العيوب بجسد المرأة، لأنه مش الكل قلنا أنه بيرفكت. نحن بنشوف على منصات الأزياء بنجيب العارضات اللي بتكون قياسها كلياتها قياسات عالمية، بتطلع بالقطعة بتنبسط فيها. في سيدة بتقلي أنا أحيانا بعمل فاشن شو بتقلي هيدي القطعة، بلا نو واي هيدي القطعة بدك إياها بنعملها بس بدنا نعدل عليها لحتى تطلع أنت بشكل حلو، لأنه السيدة لازم تكون
صادقه مع مرايتها لحتى يطلع التصميم وتتقبل النقد، لان في سيدات ما بيتقبلوا. في النهايه انت هدفك انه فستانك كمان يطلع حلو على السيده اللي راح تبني. اكيد اكيد هيدا هدف اي مصمم ازياء، يطلع السيده باحلى صوره. اكيد. نسرين يعطيكي الف عافيه، شكرا لوجودك معنا اليوم. احنا لك التوفيق ان شاء الله. ثانك يو. شكرا جزيلا.